أنا ما زعلت من المالكي، أنا زعلت على العراق، ما زعلت على المالكي. وأنا أتحدث ويا المالكي وأنا صديقنا وأخونا وعزيزنا وإلى آخره، ورجل ناضل صدام أشهد ما بالله. وسيد مقتدى الصدر أيضا أنا أعرفه وأحترمه. زين دكتور خليني أستثمر صراحتك هسه بغض النظر أن دولة الرئيس المالكي الله يطول عمره أن يكون صديقك، أن يكون حبيبك، أن يكون بأي توصيف تختاره، لكن الانهيارات التي نشهدها الآن هي بسبب ما فعله المالكي من خلال المحكمة الاتحادية بال2010، وقد حلت اللعنة علينا إلى اليوم ويتحملها السيد المالكي. هذا أكيد عيني، هذا أكيد طبعا. بس مو احنا تدري احنا غير هذا حبيبك؟ لا مو حبيبي، البعثيين احكي لك، البعثيين نفسهم محاولوا يقتلوني يعني شخصيا بندن، وبقيت سنه وكسور بالمستشفى. اي بس انا من الناس اللي طارحين مساله البعث بشكل جدي، انه لا يجوز الاجتثاث ينطبق على الكل، ويجب ان يتحول الاجتثاث قانوني من ضمن المؤسسات القانونيه بالعراق الشرعيه. ما وقفت ضد البعثيين ولا 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 اقبلت بسلوكيه اجتثاث البعث، ولا اقبل الان بسلوكيه اجتثاث البعث. البعث هم هم جانبي ناس وطنيين ومخلصين والى اخره. فلهذا من اقول المالكي، انا ما اقول المالكي انه انا صديقي والى اخره، بس انا طويت الصفحه ذيك، لان ذيك الصفحه انتهك العراق بها، يعني تدري طلع داعش وتاسس الفساد، يعني الفساد صار مؤسسي، والولاء للأجنبي صار أيضا مؤسسي، صار جزء من اسمه، والفساد بكل أشكاله صار مؤسسي، والطائفية زادت في العراق إلى أن وصلنا إلى هذا الحد. يعني حقيقة هذا لا يجوز. يعني أنا هذا الكلام قايل المالك وجها لوجه، وأصدقاء من عندنا قايل لي المالك هذا تسويت مغلطة بالحسوات.